ولكن خلونا بقى نبتدي معاكم بخبر يهم كل اعضاء النادي الاهلي تحديدا فرع مدينه نصر. حضراتكم لو بتابعونا يعني من اول ظهور البرنامج ده هتلاقونا من بداياته المبكره كنا بنتكلم وقتها ان النادي الاهلي بصدد انشاء جراج يكون مفيد لكل اعضاء اهلي مدينه نصر. اللي حصل بقى ان النهارده ان شاء الله كابتن محمود الخطيب اكيد هيكون حاضر افتتاح هذا الجراج اللي تم الانتهاء بالفعل من كافه الاعمال الانشائيه اللي فيه واللي هيتسع لحوالي 1000 سياره طبعا خدمه لكل اعضاء نادي الاهلي وتحديدا فرع مدينه نصر. شيء عظيم جدا والكلام ده هيتم طبعا بحضور السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي وايضا سياده اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره. ملف كان في منتهى الاهميه بالنسبه لكل اعضاء اهلي مدينه نصر والحمد لله رب العالمين يعني المجهودات اكتملت على خير وكل يسعد بهذا الصرح المهم جدا والمفيد جدا الحقيقه. متفق معاك، هي مشكله قديمه جدا يا كريم كانت بتواجه الاعضاء يعني، ولكن منذ تولي مجلس الاداره يعني الحالي برئاسه كابتن محمود الخطيب المسؤوليه بدا العمل على انجاز هذا الملف وكمان بالتواصل مع الجهات المعنيه. وعرضنا الشهر اللي فات تحديدا التقرير كان يعني كان بيتكلم وكنا ورينا لحضراتكم كابتن محمود الخطيب وهو بيتفقد المرحله النهائيه كمان من الجراج بنفسه، وكان عمل اجتماع كمان مع الشركة المنفذة لهذا المشروع. وزي ما قلنا هو بتستوعب أو بيستوعب الجراج ده حوالي تقريبا 1000 سيارة، فمشكلة كانت موجودة زمان كتير طبعا. جدا ناس كانت بتحب تروح النادي، لكن الموقع بتاع النادي للأسف هو مش سامح ان في حد ان هو يركن، يعني المحاور المجاورة ليه كمان ما بتسمحش ان حد يقدر ان هو يركن بأريحية زي ما بتقال. لكن المشروع ده هيسهل كتير جدا جدا على الرواد، وفي نفس الوقت هو مساحته كمان لو هنتكلم بالفدان 33000 فدان، يعني مساحة كبيرة جدا طبعا. وضخمة جدا، ف اكيد كل دي مجهودات بتكون في الاخر بتصب في فكره هنا يعني راحه العضو الخاص بالنادي الاهلي، فمجهود محترم ومتابعه كانت محترمه كمان من مجلس الاداره. فان شاء الله النهارده الساعه 5 هيتم الافتتاح، هيبقى حدث عظيم، وقناه الاهلي كمان هتنقله مباشره لحضراتكم زي ما احنا بنحب دايما في قناه الاهلي ننقل الحدث يعني بصوره يعني حيه ولحظه بلحظه، فتابعونا ان شاء الله هيبقى حدث جميل جدا. المساحه الكبيره جدا دي اللي هتتسع ل 1000 سياره من سيارات أعضاء النادي في مدينة نصر، الحقيقة اللي بخلي الموضوع أكثر عظمة كمان وأكثر أهمية هي فكرة إن مدينة نصر نفسها بقت مكربسة، هي مزدحمة جدا طبعا، من الأحياء الشديدة الازدحام، يعني الركنة أنت حتى تحت بيتك صعب طبعًا إن أنت طبعًا تلاقي ركنة، فده كان تفكير سليم جدا إن أنت تخصص أرض للجراج بس، فأعتقد دي كانت حاجة مهمة وكان لابد منها يعني. طبعا طبعا صحيح.